العدد والمعدود. العدد هو اللفظ الذي يستعمل للدلالة على كمية الأشياء، والمعدود وهو الاسم الذي يبين العدد وكميته. أقسام العدد في النحو: يقسم العدد الأصلي إلى أربعة أقسام، هي الأعداد الفردية، هي الأعداد التي تضم واحدا إلى عشرة مفردة، ومئة وألف ومليون. الأعداد المركبة هي الأعداد التي ركبت مع العدد عشرة وتضم واحدا إلى تسعة. ألفاظ العقود تضم الأعداد من عشرين إلى تسعين. الأعداد المعطوفة هي الأعداد الفردية المدمجة والمعطوفة على ألفاظ العقود، وهي واحد إلى تسعة. يا سلام يا سلام يا رغد، ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة ومثرية ما شاء الله ومفيدة، وصراحة مثل هذه المشاركات يعني تشعرنا بأن الجمهور متفاعل معنا ومتحمس معنا وعنده يعني إبداعات. جميعا نتساءل عن سبب تسمية أيام الأسبوع هكذا: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. الأيام السبعة في اللغة العربية جاءت من لغات سامية وقديمة ومرت بتطورات لغوية وتاريخية على مر العصور وفقا للتقاليد العربية القديمة. الأحد يأتي من الجذر العربي أحد، والذي يعني الواحد، وكان يشير إلى أول الأيام. الاثنين من الجذر العربي اثنان، يعني اليوم الثاني. الثلاثاء من الجذر العربي ثلاثة، يعني اليوم الثالث. الأربعاء من الجذر العربي أربعة، يعني اليوم الرابع. الخميس من الجذر العربي خمسة، يعني اليوم الخامس. الجمعة من الجذر العربي جمعة، ويعني اجتماع الناس للصلاة. السبت من الجذر العربي سبت، وكان يشير إلى اليوم الذي يستراح فيه من العمل، مشتق من الكلمة العبرية شبات التي تعني الراحة. ما شاء الله تبارك الله، شكرا شكرا شكرا، وتحية قوية، عطوهم تحية. ويام عبدو، ويام عبدو وأسماء العديل ما قصروا ما شاء الله، صنعوا لنا هذا التقرير الجميل الذي يحكي معاني أسماء الأيام الأسبوع.